موجات حرارة قياسية تشهدها عدة دول عربية تخطت على سبيل المثال في العراق درجات الحرارة 52 درجة مئوية في بعض من المناطق، كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشتد هذه الموجة أكثر. أما في الأردن فتتوقع إدارة الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة 50 درجة مئوية في مناطق من المملكة، ما دفعها إلى نشر تحذيرات عدة وكذلك التنبيه من خطر ترك مواد قابلة للاشتعال في الأماكن المغلقة والمعرضة لأشعة الشمس. ونرصد هذه الأجواء مع مراسلينا من أربيل، معنا هوا عزيز، ومن عمان نايف مشاغبة. أهلا بكم، سأبدأ معك هوا ورصدك لموجات الحرارة هذه التي تضرب البلاد وتضرب ربما مع ليس فقط العراق ولكن كما أشرنا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام. بالفعل إيمان، الموجة لازالت تأثيراتها مستمرة على العراق عموما وعلى إقليم كردستان أيضا، يعني في مراكز المدن بلغت درجات الحرارة أكثر من 45 مئوية. هنا في أربيل قبل قليل كانت درجات الحرارة قد بلغت 47 درجة مئوية، وفي بعض المناطق الجنوبية من الإقليم وتحديدا في بلدة كفري جنوبا وكذلك في بلدة دوس خرماتو المجاورة تجاوزت 50 مئوية، بلغت نحو 53 مئوية. الكثير من العراقيين يتوجهون إلى المصايف والمنتجعات في المناطق الجبلية من إقليم كردستان في المحافظات الأربع، السليمانية ودهوك و أربيل وكذلك حلبجة. هذه المناطق تكون فيها درجات الحرارة منخفضة نوعا ما. كنا قبل قليل الساعات الماضية في أحد المصايف بمحافظة أربيل، كانت هناك درجات الحرارة تقترب من 20 مئوية. شاهدنا المئات من العوائل العراقية القادمة من العاصمة بغداد وكذلك من محافظات الوسط والجنوب ل يعني الخلاص من حرارة الأجواء في تلك المحافظات التي أعلنت فيها يعني العطلة الرسمية لكي يعني يكون ذلك متنفس للمواطنين للخلاص من حرارة الأجواء اللاهبة. والكثير من الشركات العاملة في القطاع السياحي تنقل باستمرار أفواج كبيرة من السياح إلى هذه المناطق الجبلية والمصايف في إقليم كردستان. تحدثنا إلى العديد من هؤلاء المصطافين، أكدوا بأن حرارة الأجواء في مناطقهم أصبحت لا تطاق، لا سيما وأن هناك انقطاع مستمر للتيار الكهربائي في الكثير من المدن والبلدات. لذلك فهذه المناطق تعتبر المتنفس الأهم بالنسبة إليهم. هناك رخص في الأسعار وكذلك سهولة وانسيابية في عملية نقلهم من محافظاتهم إلى هذه المصايف الجبلية التي تتمتع بأجواء رطبة ومنعشة يستمتعون فيها لفترات ليست بطويلة ريثما تنتهي هذه الموجة من الحر من الأجواء العراقية. إذا كان هذا المشهد في العراق، ماذا عنه في الأردن نايف؟ إيمان، من ناحية ارتفاع درجات الحرارة هو لا يختلف سواء في الأردن أو العراق أو باقي دول الإقليم. الحرارة هنا اليوم في عمان وسجلت 43%، في بعض المناطق الأخرى كالأغوار والبحر الميت والمناطق الصحراوية ربما تجاوزت 47 أو 48 وقاربت 50%. البلاد تشهد موجة حر شديدة غير مسبوقة كما يقول الخبراء الطقس هنا في الأردن. الجهات المختصة بعثت وأرسلت بتحذيراتها للمواطنين بضرورة توخي الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة الممتلكات، وطلبتهم بعدم حمل كبار السن أو المرضى أو الأطفال أو إبقائهم على الأقل في السيارات، طلبتهم بعدم حمل المواد المشتعلة أو المواد التي تحوي مواد كيماوية نظرا لارتفاع درجة الحرارة، وأيضا طلبتهم بالابتعاد وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة. أيضا السلطات حدت من ساعات عمل بعض الجهات التي يتطلب عمل الموظفين فيها في
أو تحت أفياء الشوارع أو تحت أشعة الشمس. الجامعات لجأت إلى التعلم عن بعد ووقف التعليم الوجاهي حفاظا على سلامة الطلبة. أيضا درجات الحرارة هذه يقول الخبراء أنها ستستمر في الأيام القادمة ولكن ستكون بشكل متفاوت. إيمان، حاليا في هذه الأوقات هنالك في بعض المناطق في الأردن تشهد عواصف رملية نتيجة لارتفاع درجة الحرارة. هذه الموجة يقول الخبراء أنها تأتي من موطنها الأصلي في الجزيرة العربية. هنالك ربما بعض المناطق تتساقط فيها الأمطار، لكن في النهاية هنالك ارتفاع كبير في درجات الحرارة لم يسجل سابقا، وإن كان سجل في مثل هذه الحالات في 2020 و2010، لكن المتنبي الجوي يتوقع أن تستمر لمدة هذه الموجة الحارة لنهاية الأسبوع، تسجل فيها درجات حرارة متفاوتة ولكنها تكون في الأربعينيات. إيمان. نعم بالتأكيد، شكرا جزيلا لكما. إذا نايف مشاقبة مراسلنا من عمان، وهي وعزيز مراسلنا من أربيل لوضعنا في صورة هذه الموجة لتضرب المنطقة.